ارحب بيك يا كريم مره تانية معايا في المحترف. عايزين نركز على المباراه، طبعا المباراه النهائيه انجلترا وايطاليا، شفت المباراه فنيا ازاي؟ طبعا البدايه اعتقد المنتخب الانجليزي استفاد من ملعب ويمبلي في اول 5 دقائق، والحضور الجماهيري الكبير والحماس كان موجود، واول 3 دقائق بتقدر انت تتقدم وتحط نفسك في يعني قاب قوسين او ادنى من الحصول على الكاس لو قدرت تصمد لمده 88 دقيقه. انا في وجهه نظري الهدف بتاع لوك شو المبكر كان نقمه على المنتخب الانجليزي اكتر كان نقمه اكتر منه بس نعمه. بس بدايه يا كريم، اي مدرب يتمناها، واي مدرب يقول ان انا اول 5 دقائق اول 3 دقائق بجيب جول على الاقل العب باريحيه يعني. صح، لو انت عندك القدره وعندك القوه على السيطره على السيستم اللي انت حاطه ال 90 دقيقه كلها. كان احنا شفنا المنتخب الانجليزي بعد الهدف المبكر خلاص بدات اللعيبه تحسب. اول ما الرياضي يا كابتن هاني بيبدا يحسب بتبدا دماغه. طب بالنسبه للحساب، تعال نبص على الحساب على الشاشه معاك ومع الساده المشاهدين. دي احصائيات مباراه انجلترا وايطاليا. انجلترا طبعا الاهداف 1-1 طبعا في الوقت الاصلي للمباراه، ركلات الجزاء طبعا 3-2 لمنتخب ايطاليا، الفرص 2 طبعا فيها واحده صحيحه للمنتخب الانجليزي مقابل 5 فرص للمنتخب الايطالي، منها واحده طبعا اللي هو الهدف. الاهداف المتوقعه كانت 0.52، يعني اهم رقم ده. يعني ده رقم اهم رقم في فجوه بالظبط. الاهداف المتوقعه للمنتخب الايطالي كان 2.3، بتتكلم على هدفين وتلت كمان بالزبط. ده رقم كبير جدا. الاستحواذ نتكلم 62% لصالح المنتخب الايطالي مقابل 38% لانجلترا. نتكلم على التمريرات، في 468 تمريره منهم 380 صحيحه بنسبه طبعا 81% للمنتخب الانجليزي، 874 تمريره منهم 787 صحيحه بنسبه 90% للمنتخب الايطالي. اهم رقمين اهداف متوقعه ونسبه التمريرات بيوضحوا لنا ان في فجوه حصلت في المباراه ما بين المنتخب الايطالي والمنتخب الانجليزي، عكس اللي احنا كنا بنتكلم ان المنتخب الانجليزي استفاد من البدايه على ملعبه والجماهير. وانا اعتقد ده بسبب ايه؟ بسبب الهدف المبكر خلى لعيبه المنتخب الانجليزي يبداوا يفكروا، يبداوا يحسبوا حساباتهم، وبالتالي سابوا الاستحواذ لايطاليا واللي قدرت تستفيد من ده في الشوط الثاني.